السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين قناة نفيد ونستفيد. محمود وادي دائما يحييكم من جديد. طبعا جمعة مباركة نبدأها الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى محمد خير المرسلين، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. يتجدد لقائي بكم اليوم أعزائي مشاهدين قناة نفيد ونستفيد، وبإذن الله موضوع مختلف تماما، وهو أيضا في صلب الطيور. إخوان اليوم أنا سأطرح مبادرة سميتها بإذن الله مبادرة إطعام العصافير. هذه المبادرة يا إخواني هدفها الخير، هدفها حسنات بأقل الثمن، أجر بأقل الثمن، منزلة مميزة يا إخواني، يعني نبل الإنسانية أو تصرفنا كإنسان أو ذكرك كإنسان يأتي من خلال هذه المبادرة. الإنسانية يا إخواني عمل وليست قول، فسبحان الله هي مبادرة يا إخواني أنا سأذكرها لكم اليوم، سأبدأ بها أنا أول شخص، وبدأت بها منذ أعوام، ولكن اليوم سنبدأها لأن الصيف أدخل أو دخل يا إخوان. فالصيف كما تعلمونه هو حار، حار جدا، دائما يكون فيه المحتاج أغلب البشر إن احتاجت تحتاج إلى الماء قبل الأكل يا إخواني، لأن الصيف يعد يا إخواني رحمة و و و وإحساس الإنسان بالمسؤولية تجاه أي كائن حي وليس فقط الإنسان. يعني الإنسان خلق ليحس الكائنات الأخرى ويلتمسها ويكون نوع من أنواع المبادرة أو جزء من المبادرة التي من الممكن أن تساهم في إحياء كائنات أخرى خلقها الله وذكرها في الأرض. إخواني المبادرة اليوم هي إطعام العصافير، ونحن نقترب من شهر الصيف أو دخلنا في فصول أو في فصل الصيف، بدأنا في حرارة الجو. هذه المبادرة لن تكلفك شيئا أخي العزيز، هذه المبادرة هي بمثابة أن نقوم كل يوم يا إخواني حسب القدرة، يعني إذا كان يوم يومين حتى لو 3 أيام في الأسبوع. هو يا إخواني مبادرة لإطعام هذه العصافير، هي مبادرة لجعلها تعيش حياة، لجعلها تكون موجودة، نسمع صوتها، نرى زغليلها في الشوارع، في الأشجار، في الغابات، في كل الأنواع. هذه يا إخوان مبادرة خير، هي كي تكون يا إخواني عبر الآتي. نقوم يا إخواني بإعطاء هذه العصافير ما تبقى من أكلنا من الخبز اليابس يا إخواني، من بعض حبيبات القمح، من بعض الأرز، أي شيء يا إخواني تقدر تساهم فيه هذا يا أخي تقوم بوضعه أعلى مكان عندك في البيت، إن كنت تسكن بالقريب أو قرب أو بالقرب من الأراضي الزراعية، تضع لهم إناء به أكل عبارة عن خبز بالماء، عبارة عن القمح، عبارة عن الأرز إلى آخره، وإن صح التعبير إن استطعت أن تضع لهم وعاء من الماء. هذا يا أخي يعطيك أجرا كبيرا وعظيما كثيرا بإذن الله، هذا أجره عظيم، عمل بسيط وأجره عظيم. أنا كل يوم بإذن الله سأبدأ بهذه الحملة من اليوم، وأنا معكم من هذه الجمعة، فراح بإذن الله أصور لكم إن استطعت هذه الحملة. يعني أنا كنت في العام السابق أنزلت فيديو على قناة التي قد أغلقت، وهو يعبر عن كيف أقوم بوضع هذا الأكل على أو هذا الطعام في مكان ما، وأثبت الكاميرا لكي تروا بأن الرحمة يا إخواني يعني هي بمثابة اللي هو أجر عظيم، الرحمة يا إخواني أجرها عظيم. فهذه الطيور يا إخواني لا تأكل كثيرا، هي كل ما تحتاجه بعض الأكل لإطعام فراخها إنما تكون، فبادروا بهذه المبادرة لأنني أريد لكم الخير وأمس لكم الخير وأبحث لكم دائما عن الخير، أردت أن أعرضها عليكم، ولأنكم أكثر من إخوة صرتم ومشتركين مميزين أردت لكم الفائدة كما أردتها لنفسي، فبادروا بهذه الحملة، هذه لا تكلفكم شيئا إنما أجرها عظيم بإذن الله. ومن يريد يا إخواني أن يقوم بالتصوير وأنا أنزل له الفيديو عبر قناتي ما عندي أي مشكلة، هذا شرف إلي أن أنزل مبادرتك. إذا حبيتوا تصوروا أنا أنتظركم عبر الواتس، لمن يريد أن يرسل مقاطع الفيديو سأنزلها بإذن الله حصريا للقناة، وستكون من ضمن هذه المبادرة وهذه الحملة، وهي مبادرة إطعام العصافير
في أي فصل، خصوصا الصيف يا إخواني. فسارعوا بهذه المبادرة لأن بها الخير والخير الكثير. في النهاية يا إخواني تقبلوا فاق احترامي وتقديري. وملاحظة بسيطة قبل الختام إخواني، من طلبتم الفيديوهات أنا ما نسيتكوش، أنا حبيت بس اليوم أطرح هذه المبادرة. غدا ستكون الحلقة لمن أراد الفيديو أخي العزيز، وهو عن الأمراض وتصنيفها وعلاجها، يعني أكثر الأمراض التي تمس طيور البادية، الغندور الكوكتيل وتصنيفها، وأيضا يا إخواني علاجها بإذن الله بأسهل الطرق. غدا هذه الحلقة سنتناولها معكم. في النهاية تقبلوا فاق احترامي وتقديري، لكم كل الاحترام والتقدير، وجمعة مباركة كما أسلفت، ولكم حرية التعبير. السلام عليكم في النهاية طبعا، ورحمة الله وبركاته.